أشبه الأفاعي في فصل الصيف ومياه الأمطار في الشتاء. هي امرأة مطلقة وأم لثلاثة أطفال، اثنان منهم مصابين بمرض السكر. انا ام ثلاث اطفال، عندي 38 عام، راني ساكنه في قزيره حدا لا ميريتا كوماندا، في راني من 2010 ساكنه تما. عندي ولادي جوج ديابيتيك، بعضهم سكر غير هنا في قزيره، بعضهم غير من سيتياسون. كي شافهم الطبيب اول مره قال لي غير من سيتياسون لهم عايشينها. الفا في الصيف كل سيمانه يدخلوا عليا زوج ثلاثه بالشمو تاع الجوارين، كاع يشهدوا معايا، كانوا خطرات هما يكتلوهم لي. عندي ولادي كان عم السكر طالع لهم، انا راني مريضه، عندي مرض ما عرفت شنو هو، شعري طايح، وجهي تلف من كثرة العيشة اللي عايشتها. مانيش عايشة. لازم المحسنين يعاونوك ماما باش تشخصي هاد المرض تاعك. أنا المطلب تاعك الوحيد. المطلب تاعي الوحيد من عندي طالب من نطلبه من ربي سبحانه ومن سيد الوالي. شوف فيا سيد الوالي، شوف فيا. تنضرب جماعة لاميري تاع البنات، ولادي قيسوا زوج نسمح فيهم. والله العظيم لا قيسوا زوج، أنا مجمعة في البنات هاد لاميري. يا الناس تشهد لي مجمعة من البنات، أنا قرأت لي قاسم نقراها نطيب بها ونعاود نحنا بها ونقول معليش دوك ربي يفرج عليا، دوك ربي يفرج عليا. وشادة غير في ربي سبحانه، خاطيني وخاطي كاع أي مشاكل، كاع الناس تشهد لي ونقول معليش دوك ربي يفرج عليا. هاد الوالي راك تشوف فيا، شوف في حياتي، ديرهم ولادك، ديرهم ولادك، هادو ولادكم ثاني نتوما. السكر راه ياكل فيهم ماكلة، لانسوني خمس خطرات يديروها في النهار، والله لا خمس خطرات التالية يديروها قيس العشرة تاع الليل. مساكين يجيبوهم لي خطرات متغاشين، خطرات طايحين، خطرات يقولو معليش كيقعدو نو دخلت عليهم يقعدو يتباكو الخزنو تحتي، مشاكل منا في الزنقة جو الخزنو تحتي. يقولو لي يا ماما، نقولو معليش ربي كريم. ودوك ندو السكر راني كل عام نطمعهم، كل ساعة نطمعهم نقول ولادي صبروا صبروا صبروا، هما ما قدو بعضهم السكر بجا. انا نورم، انا ما فيا صح، راني مريضه ومانيش عارفه اش هي حياتي. حتى المرضي ما على باليش حتى هو، الشعر ما عنديش كنسة، صحتي طاحت، حياتي طاحت، ما عندي والدين يوقفوا معايا، ما عندي خوت، ما عندي اهل، انا عندي ربي سبحانه. يا ناس عاونوني، يا ناس غير ساعدوني، يعني باغا غير سكنه في الدنيا لولادي. شو ماني طالبه لا رزق ولا مال ولا حياه ولا والو، طالبه سكنه. يا ربي عطيني سكنه ليا ولوليداتي، ما قديناش حياه الدق. ملي عندي في المغرب ندخلهم البيدو حاشاكم يقولوا لنا يخافوا يخرجوا جو الحوجه، سمعوا الطقطيب يخافوا. انا ما بقيت عليهم وين، بغيت نجمع عند باب الولايه، قلت لا ولادي السكر كاتلهم ونزيد نبردهم عند باب الولايه عشان نسالهم. خطره اخرى يقولوا لي يا ماما ما كاينش امي، جمعتينا عند باب الولايه وكي شفتينا ديك الكشفه. نعاود نقول معليش نصبر في داري، وراني خير من الناس واحد اخرين، وراني قاعده زينك راه مغطيني، فما قديناش للبرد. والله يا دروك راني قاعده تلقى احام، درت لهم فطيره وعاود بلعت قلعت الكار. دروك نقول لهم صبروا في الليل من الحداد الحاد وفجاه يبكي معايا، نقعد ندور فيه ونبكي. تينوض الولاد، ولادي مصري، ماما شكون صوتك شكون صوتك؟ نقول لهم لاني ربي السكر، يقعدوا يدعوا معايا يبكوا معايا. والله ما قديت يا ربي، ولادي راهم شايفيني راهم كاتليني، حتى انا ما عندي الصحه. الحمد لله راني نخدم، والحمد لله نجيب قوت ولادي بالحلال، الحمد لله. وشكرا من الغالب. والله لا فيه الخير، وان شاء الله غادي يشوف النداء تاعك وغادي يتدخل ان شاء الله. كاين هو كاين المحسنين، ثاني المحسنين غادي يعاونوا، هذه اللي تديها معاك.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.